خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة كده عن كل التفاصيل اللي بتحصل في المعرض، والحقيقة بالتأكيد كمان التفاصيل الخاصة بالمشاركة المصرية. دلوقتي معانا على التليفون من أبو ظبي الكاتب محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع اعلام.com. مساء الخير عليك، وبالتأكيد يعني وجودك في معرض أبو ظبي للكتاب مليء بالمتعة والبهجة وأجواء ثقافية ووجهة ثقافية مميزة جدا في أبو ظبي. مساء النور يا هدير، وشكرا جدا على استضافتي، وبحييكي على المقدمه اللي انت قلتيها، فعلا لخصت كل حاجه حصلت في المعرض. انا عايزاك تنقل لنا الاجواء هناك. احنا يمكن من ابرز الحاجات اللي احنا تابعناها على السوشيال ميديا كان تكريم الموسيقار عمر خيرت، وانت عارف بالتاكيد قد ايه المصريين بيحبوه والاحتفاء بيه حاجه غاليه جدا جدا على قلوبنا. هو انا من حسن حظي ان انا موجود من اول يوم، فده اداني احنا النهارده اليوم الخامس الصوره بشكل اكبر والزاويه تبقى متسعه. فيوم الاربع تحديدا ده كان يوم مصر بامتياز، لان كان في ثلاث ندوات متتاليه لوجوه مصريين. واقدر اقول من دلوقتي بعد ما انا كمان سمعت لحد يوم الجمعه النهارده ومكملين لسه بكره، انه ندوه الفنان عمر خيرت وندوه الفنان احمد امين كانوا اكثر ندوات المعرض حضورا. لان الاقبال عليهم كان كبير جدا من كل الجنسيات، وطبعا اكيد المصريين اللي موجودين كانوا مهتمين بالحضور. الزخم المصري موجود على طول، الترحيب في الناشرين المصريين والكتاب المصريين والفنانين المصريين واضح جدا. في برضه حاجات يمكن ما بتبانش على السوشيال ميديا قوي بقوي، في ندوات كتيره يا اما اللي بيديرها اعلاميين مصريين يا اما المتحدثين من الادباء والكتاب المصريين، يعني زي الاديب طارق امام. النهارده كان معانا الاديب احمد مراد، كمان كان موجود في اول يوم. النهارده مثلا الاديب الكبير ابراهيم عبد المجيد كان عنده ندوه فعلا جيده للغايه لحد دلوقتي. في انا كمان ملاحظ استاذ محمد انه في حضور من مختلف الاعمار في الكتاب. حضرتك كنت بتتكلم عن كتاب شباب زي احمد مراد، ودلوقتي بتتكلم على ندوه اخرى يعني لابراهيم عبد المجيد، ففي حضور مكثف من كل الاعمار من الكتاب المصريين. بالتاكيد ده السؤال المهم، لانه بيرد على اللي بيقولوا ان القوه الناعمه المصريه كانت في الاجيال القديمه ومش موجوده في الاجيال دي. لا، كل الاجيال ممثله هنا، في دور نشر مصريه ناشئه موجوده ويعني عليها اقبال. عايز اقول لك مثلا ان في اثنين من الناشرين المصريين هم المسؤولين عن البرنامج المهني اللي بيستضيف كل الناشرين العرب وغير العرب اللي موجودين في المعرض. اذا الوجود المصري زي ما بنسمع يعني طبعا في الترحيب المستمر من اخواتنا هنا في الامارات وفي ابو ظبي تحديدا، انه قد ايه الوجود المصري مهم بالنسبه لهم، والشخصيه المصريه لازم تبقى موجوده. والدليل كمان تكريم عمر خيرت تحديدا، لو شفنا الفيديوهات اللي عمر خيرت كان بيعزف فيها لايف في بعد الندوه بتاعته، نشوف حجم الاحتفاء وقد ايه الموسيقى المصريه كانت يعني فارضه نفسها. بالتاكيد ده شيء جيد جدا، وبيدل على انه الثقافه مش كتب فقط، لا كتب ودراما وموسيقى، والوجودنا في هذه المحافل اكيد بيأكد على انه لا هذه المحافل لا تكتمل الا بالوجود المصري. طيب احنا كمان بنتكلم عن فعاليه غدا في اليوم السادس، وحفله خاصه بالمطرب يعني محبب لقلوبنا كلنا علي الحجار، احتفاء بشاعرنا الابنودي. بتتابع ازاي ده، والناس يعني ازاي في اقبال على الحفله دي؟ احكي لنا كده الكواليس. اقبال لدرجه ان احنا واخواتنا الاماراتيين كنا بنتوسط، احنا كلنا بنتوسط عشان نجيب دعوات او تذاكر، لان التذاكر خلصت رغم ان هي اسعارها مرتفعه. هي معموله في المؤسسه الثقافيه، هي خارج المعرض، بالتالي كله عمال بكره بستعد، لانه كنا رايحين العيد او رايحين معاد مهم. فكمان عشان الاحتفاء بالشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي، صحيح، ووجود ابنته ايه الابنودي وارملته الاعلاميه الكبيره نهال كمال. فالحدث يعني متكامل، وليس حدث غنائي فقط لكنه غنائي شعري. وانا عاجبني اول عنوان اللي تم اختياره، يعني اعتقد ان هو عنوان علي الحجار لحفله تحت اسم مبسوطين. فيعني هي تبقى كون ان هي تتحط في اخر اليوم وفي النص عمر خيرت، فمعناه انه الوجود المصري مستمر طول السبع ايام بتاعت بتوع المعرض. والجوائز اللي مصر خدتها برضه من جوائز الشيك زايد برضه كان ليها تاثير بارز.
صحيح، ويمكن مسألة كمان انه زي ما انت بتتكلم حضور مصري بارز، احنا بنتكلم على يعني موسيقار بحجم عمر خيرت ما جاش زيه اثنين، وفنان بحجم علي الحجار. صحيح صحيح، فمشاركة مصرية قوية جدا جدا جدا، حاجة تسعد وتشرف الحقيقة. عايزة كمان اسألك على يعني المبيعات الخاصة بالكتب، لانه احنا بنتكلم عن معرض هام جدا في مسألة صناعة النشر. لو تحكي والله هو اكتر عن الاجواء متزايد باستمرار، خصوصا في الويك اند زي اي معرض للكتاب. طبعا يعني كله هنا بيقول انه صعب ان يتقارن اي معرض عربي بمعرض القاهره اللي هو ثاني اكبر معرض في العالم، لكن انا لاحظت اهتمام كبير بدعم الشباب والاطفال ان هم ييجوا يشتروا كتب، وفي انشطه كبيره ليهم كمان. كل الجنسيات موجوده، دي نقطه مهمه جدا، انه كل الجنسيات والمرأة الإماراتية بشكل عام في وجود كبير ليهم. في كمان أنشطة يمكن احنا مش متعودين عليها في المعارض، في نشاط مثلا لثقافة الطهي، ففي كل يوم شيف بيجي يعمل أكلة قدام جمهور المعرض، في يعني هاري بوتر معمول له جناح لوحده، حاجات الأطفال برضو جميلة. فبشكل عام يعني المعرض يعني فيه إجماع إنه دورة متميزة بالمقارنة بمعارض أخرى. حضرتك مشارك بكتابين في المعرض، مدينة المليون هو رأي، كتابين مدينة المليون رأي وفلسفة البلوك، وأنا كنت سعيد طبعا إن البرنامج ويهتم كده باعتباري إعلامي مصري وصحفي مصري، وبغطي الفعاليات يوميا على السوشيال ميديا وعلى المنصه يعني اعلام دوت كوم. انا بشكرك شكرا جزيلا، انا كنت سعيده ان انت معانا من ابو ظبي، وبشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع اعلام دوت كوم، شكرا جزيلا على وجودك معانا.